طبعا بقول الحمد لله على اداء اللعيبه النهارده، بشكر لعيبتي على الاداء الرجولي اللي هم عملوه. النهارده عملنا ماتش كبير بنلعب اكبر فرقه في افريقيا، النادي الاهلي، بقاله فتره ما خسرش، كنا اقرب للتعادل النهارده، كان ممكن الشوط الاولاني ممكن نكسب، فبشكر اللعيبه على الاداء ده. قدرنا النهارده نجبر النادي الاهلي على طريقتنا احنا. صعب قوي اي فرقه في الدوري بتخلي النادي الاهلي يلعب بالطريقه بتاعتنا. احنا طريقه النهارده بنلعب على 3 بونت، ضد الاهلي، ضد الزمالك، ضد الاسماعيلي. النهارده ضاغطين على النادي الاهلي الشوط الاولاني، مفيش خطوره علينا خالص على ضعدور. وصلنا بكورتين كنا ممكن نهدف منهم، بس بقول الحمد لله، وان شاء الله الفتره اللي جايه احسن النادي الاسيوطي. اتفضل. احنا دايما متعودين ما بنتكلمش على الحكام. انا ما شفتهاش. الساده المحللين والباتن الكبار اللي في الاستوديو هم اللي يقدروا يقولوا. انا ما اقدرش. انا دايما متعود الجهاز بتاعنا كله، كابتن علي وكابتن هادي. لا انا مش حتى لو شفتها انا ما بتكلمش على التحكيم. ما ليك وما عليك. انا بشكر اللعيبه على الاداء النهارده، على الاداء الرجولي. احنا بنلعب النادي الاهلي، بنلعب منتخب مصر، كل اللعيبه نجوم، عندهم حلول كتير قوي. لكنك انت توصل مع النادي الاهلي، انك انت تخسر بضربه جزاء في الشوط الثاني بعد الاداء، وتوصل مره ومرتين، ما فيش النهارده حاجه جت علينا خالص، ولا الشوط الاولاني ولا الشوط الثاني. فبقول الحمد لله على الاداء وعلى النتيجه برضو. احنا دايما بنقول الحمد لله، معودين لعبتنا على كده. قدرنا نقفل على مفاتيح النادي الاهلي كلها. النهارده تغييراتنا كلها هجوميه، نزول ابو جوده ونزول عمر كمال ونزول شريف رضا. فبقول الحمد لله ونفكر في اللي جاي. شكرا جزيلا. شكرا.